السلام عليكم. لحظة انتشال جثة الشاب الذي غرق في نهر سبوب القنيطرة. بعد 4 أيام من البحث، تم انتشال قبل قليل من يومه السبت جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاما كان قد غرق بواد سبوب القنيطرة. وتمكنت عناصر الإنقاذ بمساعدة متطوعين من انتشال جثمان الشاب الذي كان يسبح بالنهر قبل أن يفقد حياته غرقا. وبعد نقل جثته لمستودع الأموات، تم تسليمها لعائلته من أجل عملية الدفن. وإن لله وإن إليه راجعون.